اليوم الوضعية الحالية معناها أسوأ من معناها 3 سنوات مروا على البلاد التونسية، والضحية الكبيرة في البلاد هم المعطلين العمل. والملف التشغيل اللي من 17 حتى 14 جانفي كان شعار رئيسي أصبح آخر شعار في علاقة معناها بالحكومات المتعاقبة السابقة لليوم، اللي يعني ونشوفوا انه ما تغير حتى شيء لا في البرامج لا في 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 الاستراتيجية لا في حتى في المعاملة. اليوم الحكومة الحالية يعني انتهجت الحل الأمني إلى حد انه عندنا معناها زملاء اليوم مطالبين للمحاكم بتهم التشكيل وفاق وتهديد الأمن العام، واللي هو كاتب عام محلي في القطارسي في راس حمدة ورفيقه أيمن توتة. عندنا زملاء في منزل بوزين بنفس التهم، عندنا زملاء معتصمين في العلاء قرب 120 يوم، عندنا زميل معناها اليوم اللي حاول ينقذ مواطن حب يحرق روحه من أجل وضعيته الاجتماعية وهو سي مهدي العوجي اللي هو تو في مركز الحروق البليغة، واللي يعني ويومين من الشباب التونسي اللي مازال يحرق في روحه واللي يحرق من البلاد ومازال معناها ما فماش حتى أمل أنه فما حل في المستقبل، مش حتى عاجل حل، فما أفق باش تحل في البلاد هذه. الملف بقى مجرد شعار وشفناه في جدولة الميزانيات اللي هو آخر الاهتمامات.